السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، محترم سامعین کرام، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو، خوش آمدید کرتا ہوں دوستو. آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 3 سورہ العمران آیات نمبر 55 سے انشاءاللہ 59 تک آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اذ قال الله يا عيسى، یہاں سے لے کر کے انشاءاللہ لہو کن فیاکون یہاں تک آج ہم پڑھیں گے. تو چلو دوستو میں پڑھتا ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے، اچھی طرح سے سبق کو دیکھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا بھی اور اچھی طرح سے سننا بھی ہے. چلو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى، آپ اچھی طرح سے سنیے، میں جیسے پڑھ رہا ہوں آپ اچھی طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے سننا ہے. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إلي مرجعكم، ميم ساكن کے بعد فا آیا ہے، لکھا ہے اظہار شفاوی ہے، ميم ساكن کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے، گننا وغیرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. مرجعكم فأحكم بينكم، یہاں پہ ميم ساكن کے بعد فا ہے تو گننا نہیں کرنا، اظہار شفاوی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ميم ساكن کے فا ہے، ایک ہے، یہ بھی اظہار شفاوی ہے، تو یہاں پہ گننا وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم
فأعذبهم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. यहाँ पे देखिए आया आया क्या है, जा आया है, आयत के दरमियान क्या है, जा है. तो आपको क्या करना है, इधर पे अब मिला करके पढ़ना है, ठीक है. अगर सांस टूट जाती है तो फिर आपको क्या है, पीछे से लेकर के मिला करके आपको पढ़ना है, आगे से बिल्कुल नहीं पढ़ना है. जब भी ये निशान आ जाते हैं देखो आयत के दरमियान, यहाँ पे क्या है, मिला करके आपको पढ़ना है, ठीक है. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. ميم ساكن کے بعد حمزہ آیا ہے, اظہار شفابی ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اظہار کرنا ہے یہاں پہ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. لفظ جو بھی لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا ہے پہچاننا ہے, اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस सबक को आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है. कहाँ पे गुन्ना करना है, कहाँ पे इजहार करना है, वो आप अच्छी तरह से ग्रामर के साथ एक से दो मरतबा पढ़िए, और जहाँ पे भी मुश्किल हरूफ है वहाँ क्या करना है, आपको हिज्जा करके पढ़ना है, ठीक है दोस्तों. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करना है, ठीक है. फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.